أعلنت وزارة الداخلية اليوم تبني استراتيجية جديدة لضمان الفعالية والإيجابية في عملية تسهيل الحركة المرورية، لا سيما مع بداية العام الدراسي الجديد، بالاعتماد في تواجدها الميداني على قطاعات الأمن العام والمرور وشرطة النجدة. وقالت الوزارة أن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة يتوليان تأمين الطرق وانسيابيتها أمام المدارس من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، والتي تشهد كثافة عالية وتحتاج إلى تواجد يقظ، في حين سيتولى قطاع المرور مسؤولية تأمين الطرق الرئيسية والدائرية والتقاطعات والطرق السريعة.